وصل وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة. فين أبو أحمد؟ فين أبو رامي؟ قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وش كده شكل نانسي؟ وريني كده؟ ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة أهل صادق، يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا، ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي، الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحور، كل شويه يعني لازم يتقط موستي عشان لا ما يم... وبص بص بص النبي، بص البشكير، بص في نظري قد ايه؟ بس هو بشكير، انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر، مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زيف، انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا، انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. اعمل لك ايه؟ 100 مره ياما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني يا اما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو مفتري انا عملاق، صدقي بقى. حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف يا. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم، ما تعبش نفسك، انا انزل لك على طول بسرعه. يا حاضر حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده، هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. خلطوا معاتب عاطف بيرجع، خلي حد يشد عشان لو فضل المدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ ليه توا؟ ليه توا حاضر؟ ليه توا تفضل؟ ليه توا يا معلم؟ يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد بيخش له على الاقل 7 جنيه في الاسبوع، لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعده جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني ايه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاته. لا لا اعوذ بالله، ليه؟ انا مش حاتش حاجه، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف ياد اللي بيحصل اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا عارف اللي بيحصل اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا؟ عارف يا معلم، بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه يا معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة يا معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا اول اخري. انت مبارك ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر. السلام عليكم. امشي حماده.
حمادة حمادة يا ابن انت اصحى يا حمادة اصحى اصحى يا حمادة يا بني اسود اوعى تكون عفريت ايوه عفريت عايز مني ايه انا بعون الله اللي اديت الهبة من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب ابن حلال استنى استنى ما تفرطفليش طيب ابن حلال ايه انت تعال بس تعال انت اديت الهبة قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجارة قلم انت بتتكلم بجد بس جرب جرب انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد لا قديم قديم قوي طب اتنططت شويه من الناس يا اختي جن يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا عسل عسل انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك عايزني اعمل ايه بس اسمعني حط ايدك في ايدي حاضر ومش هتخسر يلا اتنطط يا اختي اتنطط فيه. انا فعلتش قطاوة ليه ياه. بص ياد في وشي كده. انا الهلف ياه. يا حارة. مسد الهلف. الهلف عمرو مطاع. عليك مش فاكرني يا هلف اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير معلش العتب على النظر معلش دقق كده مين حماده المعلم حماده طبعا طبعا المعلم حماده بس انا عايز اسالك سؤال انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي انا طول عمري عملاق انتوا بس اللي مش مصدقين انتوا امي احب فيك الاراده يا كبير احب فيك الاراده بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك صبياني عامل لك ايه صبياني ده هقطع عمرك هبهدلهم لك بس انا اطلب منك طلب صغنن صغنن جدا والله مش هكتر يعني نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه حلوه نزلني دي انا هنزلك انا لا. انا هنزلك عملاق ولا مش عملاق 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 ولا مش عملاق 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 ولا مش عملاق؟ عملاق روح قول لهم ان انا عملاق عملاق يامه روح لهم قول لهم ان انا عملاق عملاق يامه عملاق 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 يا حمادة يا حمادة حبيبي حبيبي وحشتني شفت انا بيت عامل ازاي يا اختي بنت انت يا اختي بنت يا اختي جميلة بلا كل الناس يا اختي جميلة شبه اقف مكانك انا عافيه جاي
وكلام.